السلام عليكم، مرحبا بكم معايا من جديد. مرحبا بكم، الف مرحبا في مدينه الحسيمه. كما كتشوفوا راني في جبل مروبيا خوم. مرحبا بكم، الف مرحبا بالناس اللي كيبغيوني واللي كيكرهوني اللي كينساو لايك وكيديروا ديزلايك. الف مرحبا بكم. كما كتشوفوا الشاطئ كيما دور، نتمنى ان شاء الله يبان معكم واضح. مازال غادي نقلب لكم الكاميرا. كما قلت لكم راكم ديما في القلب، مرحبا بكم الف مرحبا. راني فرحانه الحمد لله والشكر لله، ماشي دازت علينا زعما سهله، اللي داز علينا كامل ماشي غير عليا انا، صعيب بزاف الحمد لله والشكر لله. من بعد الشده كاينه الرحمه. كما كتشوفوا الشاطئ كيما دور، نتمنى ان شاء الله يبان معكم واضح. الناس اللي كيعرفوا الحسيمه، ولاد الحسيمه ولا ماشي ديال الحسيمه، حنا ولاد حنا كاملين مسلمين سواء المغاربه ولا ماشي المغاربه. كما كتعرفوا مدينه الحسيمه ديما هي احسن مدينه بالنسبه ليا، وشعل من الناس زعما كيشهدوا فيها احسن مدينه ونقيه والناس ديالها، ومهم الثقه وكل شيء. كما كتشوفوا الجامعه ومسجد مروبيا خو، هاد البلاصه اللي جات من هنا عاليه بزاف، والمدينه كتبان لهيها، جيت مع الغروب الشمس وما كتبانش مزيان. نتمنى ان شاء الله تبان واضح. البلاصه الفوقانيه في الجبل، الناس اللي ما كيعرفوهاش عبيد ولا سيدي عبيد، حنا كنقولوا عبيد كل واحد كي كيسميها. وبلاصه هنا هي المرسى. وبلاصه هذه زوينه هنايا كما كتشوفوا، عامره بالناس خصوصا بلاصه فين واقفه انا دابا. مازال غنهبط ان شاء الله لتحت ونصور معكم، وكاين بلاصه لهيها جات في وسط البحر. هبط شويه لتحت في الطريق ديال اللي وريت لكم قبيله، بلاصه كتخوف، كيبان البحر قريب من هنايا. الناس كيهبطوا مع الطريق لتحت، بلاصه زوينه وبارده. كاينه بلاصه هنايا التليفون كيتزعزع ملي كنتمشى. كاينه هاد البلاصه هنايا، كاين واحد الملعب هنا الصغير. حنا غادي النيشان، الصفيحة، ما كتبانش مزيان من هنايا بعيدة. كاين بلاصه هنايا
جينا مع غروب الشمس ما كيبانش التصوير واضح. بلاصه منين هبطنا في داك الدروج فين كاين الجامع، بلاصه معروفه هنايا. من دابا الفوق عاد كيهبطوا الناس، حنا هبطنا شويه بكري. عرفت واش انا ولا الفوق؟ لا 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 احسن. كاين هنا الفراشة دايرين داك الحوايج بون اوكازيو قدام الجامع. هيا في المارشي. مرنا بالناس. أجواء ديال العيد الكبير، عيد الأضحى. بلاصة هنايا عامرة بالناس. نتمنى ان شاء الله فيديو يكون نال اعجابكم. هذا يمكن يكون اخر فيديو ليا في مدينه الحسيمه داخل المدينه. نتمنى ينال اعجابكم، دعموني بلايك الاشتراك الى عجبكم الفيديو، ما تنساوش تقسموا مع العائله والاصدقاء. السلام عليكم الى فيديو اخر ان شاء الله.